احنا عاملين لك كده حاجه بسيطه من قناه النادي الاهلي وبرنامج المجري، مشوار محمد عامر في كره القدم بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر، وبعد نرجع بقى نتكلم ونبدا نتكلم على كره الشراب وكره الكاوتش وبتاع. بس انت كانت مهاراتك مش قوي يعني. نشوف نشوف مع بعض كده الفاصل ونرجع تاني. إذا سألت عن الأدب ستجده عند محمد عامر، وإذا سألت عن الأخلاق فقل عنها ما شئت عند عامر. محمد عامر واحد من أهل كرة القدم المختلفين، عندما كان لاعباً وبعدما اعتزل وعندما عمل مدرباً، هو قماشة مختلفة تماماً عن كل ما نشاهده الآن على الساحة الكروية، لأنه من القلائل الذين لديهم مبدأ وقيمة وأخلاقيات وأشياء كثيرة في هذا الاتجاه، كلها أشياء تربى عليها في بيت والده وأثقلها ونماها داخل قلعة القيم والمبادئ النادي الأهلي. مصطفى بالعرض، عادل وتعليق عادل وخش حط الجول الثاني. عامر محمد عامر الجول الثاني. محمد عامر صحيح بدأ مشواره في كفر الشيخ بلده، لكن توهجه ونجوميته وكل شهرته حصدها بالقميص الأحمر، وهكذا الأهلي يجعل الذهب أكثر لمعانا. من منا لا يذكر لعبه الرجولي مع الأهلي وإخلاصه الشديد له وغيرته عليه وحرصه على رفع رايته؟ من منا لا يذكر هدفيه في مطلع الثمانينيات في مباراة الأهلي مع الزمالك، عندما سجل هدفا عكسيا في أول دقيقتين في مرماه، ولم يمر مثلهما حتى كان هو نفسه من سجل هدف التعادل الأحمر؟ من منا لا يعرف جهده الكبير في الناحية اليسرى؟ لقد كان عامر بحق لاعبا مرموقا، ومن كثرة الجهد الذي يبذله ولا يتحدث عنه أحد أطلقوا عليه الجندي المجهول، الذي يفعل كل شيء من أجل الأهلي ولا ينتظر أحدا ليشيد به. محمد عامر عندما اعتزل التدريب دخل أيضا مدرسة الأهلي، لكن تظل محطة عمله مع الجنرال محمود الجوهري رحمة الله عليه من العلامات في حياته. محمد عامر حكاية طويلة وشخصية مختلفة، تعالوا نحكيها ونسمعها مع المجري. خلونا نرحب بالكابتن محمد ويجعلوا عامر. انضم للنادي الأهلي موسم 78-79 زي ما قلت لحضراتكم، كان عنده 19 سنة. دي حاجة بسيطة كده من قناة النادي الأهلي، ولأن لسه عاوزين هنقعد وهنرغي ومحطات كبيرة قوي.